السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية. التقى محافظ عدن أحمد حامد لملس بمكتبه في ديوان عام المحافظة ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن رينو ديتال، وناقش معه مهام مكتب المفوضية وخططها ومشاريعها الراهنة والمستقبلية في العاصمة المؤقتة عدن. كما بحث اللقاء علاقة السلطة المحلية بالمفوضية وسبل تطويرها لتعزيز وحماية الحقوق المدنية، وكذا أوضاع عدد من الفئات المجتمعية كالمهمشين والمهجرين والنازحين والمرأة وغيرها من الفئات المجتمعية التي تستدعي ضرورة الاهتمام بها وحماية حقوقها. وأكد المحافظ لملس أن مدينة عدن كانت وما زالت حاضنة لكل الأجناس والجنسيات والديانات من كافة بقاع العالم، وعاش الجميع فيها بأمان وتمتعوا بكافة الحقوق. ونوه المحافظ لملس بأن تدني الخدمات وتسببها في تعذيب المواطنين كالكهرباء يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، وهذا ما يحصل في عدن نتيجة لظروف الحرب التي تمر بها بلادنا. من جانبه أشاد ممثل المفوضية ديتال بقرار محافظ عدن بتكليف 3 من النساء في مناصب تنفيذية كبيرة في المحافظة، مشيرا إلى أن القرار قوبل بارتياح كبير لدى المنظمات الدولية والهيئات المهتمة بالمرأة. كما ناقش اللقاء عددا من القضايا كالخدمات ودور الأمن في حماية الإنسان وحقوقه الإنسانية والمدنية، وتأثير توقف أعمال القضاء على المجتمع والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وكذا أوضاع إصلاحية السجن المركزي وغيرها من القضايا. حضر اللقاء بدر معاون الأمين العام للمجلس المحلي بعدن، وانتصار مرشد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة المؤقتة عدن. عقد المكتب التنفيذي بمحافظة أبين اجتماعه الدوري برئاسة محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم، وحضور الأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد. وفي مستهل الاجتماع قدم المحافظ صورة موجزة عن المستجدات في الساحة اليمنية، مشيدا بالمقاومة الأسطورية والشجاعة للجيش وقبائل مأرب في تصديهم الشجاع لهجوم ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، موجها بتسيير قافلة دعم لأبناء مأرب والتي تؤوي 2 مليون نازح، مؤكدا على أهمية الدعم الحكومي والشعبي لمأرب. هذا وقد وقف المكتب التنفيذي أمام تقارير لمكتب الصحة استعرضت جهود مواجهة الموجة الثانية من كورونا، وتقرير مفصل عن أهمية التوعية الإعلامية في مكافحة الموجة الثانية من كورونا، فيما أكد تقرير الكهرباء على الجهود الجارية لمواجهة الصيف مع استكمال ربط شبكة الخطوط الطرية والشيخ سالم بمدينة شقرة، فيما تناول تقرير مدير عام الزراعة عملية تأهيل وإصلاح عدد من قنوات الري والسدود. كما استعرض مدير المصائد السمكية جهود متابعة صرف القوارب للصيادين في محافظة أبين. ناقش وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العلي مع قيادة مؤسسة الاستجابة RRD تدخلات المؤسسة في مجالي الصحة والزراعة في المكلا والمناطق الريفية، وإعادة تأهيل المشاريع الممولة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وشدد الوكيل العلي على ضرورة المتابعة والتقييم المستمر للمشاريع المنفذة وإعطاء المناطق الأشد احتياجا المزيد من الاهتمام، مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كل التسهيلات للمؤسسة بما يمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه. حضر اللقاء مدير مشروع الأشغال العامة بالمنطقة الفرعية حضرموت المهندس عبد الرحيم حوري. التقى وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العلي قيادة نادي القادسية الرياضي الاجتماعي بمديرية ساه، واستعرض اللقاء الأنشطة الرياضية للنادي وخططه في توسيع قاعدة الألعاب الرياضية وتطويرها. وشدد وكيل أول حضرموت على إيلاء المزيد من الاهتمام بالأنشطة الرياضية والشبابية وتنشيط مختلف الألعاب الرياضية، مشيرا إلى أن السلطة المحلية لن تألو جهدا في تطوير العمل الرياضي ودعم مشاريع الشباب. وفي ختام اللقاء سلمت قيادة النادي وكيل أول حضرموت درع الوفاء تقديرا لاهتمامه ودعمه للنادي والرياضة بشكل عام.
اطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العلي على برامج مركز المعرفة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية وخططه المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة. وتعرف بن حبريش على خلال لقائه رئيس المركز الدكتور عمر سالم باجردانة والمدير هشام حسين الكاف على الأهداف من إنشاء أول مركز متخصص في الدراسات الاجتماعية والسياسية في حضرموت ودوره في تقديم الرؤى والدراسات للعديد من المشكلات والظواهر الاجتماعية وخاصة في ظل ما تعيشه حضرموت وسائر محافظات الوطن من أوضاع صعبة. وأكد الوكيل بن حبريش على أهمية الدراسات والأعمال البحثية في تشخيص القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، حثا الجهات المسؤولة والمؤسسات المختصة على توفير البيئة المناسبة للعمل البحثي والأكاديمي. دشنت مؤسسة دعم التوجه المدني بالتعاون مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ورشة عمل آليات جمع الأدلة للعاملين في الأجهزة العدلية والقضائية في العاصمة المؤقتة عدن. المزيد من التفاصيل مع الزميل لبيب محمد علي. بدأت اليوم بعدن فعاليات ورشة العمل الخاصة بجمع الأدلة للعاملين في الأجهزة العدلية بمحافظة عدن، والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي مدى بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في بلادنا. وفي الحفل ألقى القاضي عبد الكريم با عباد وكيل وزارة العدل كلمة أكد فيها أهمية هذه الورشة التي تتناول موضوعا غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن عملية جمع الأدلة وآلياتها تستلزم من العاملين في هذا المجال نوعا من الحرفية، خاصة مع وجود جرائم حديثة تحتاج زيادة في الاحتراف. نفتتح هذه الورشة التي تتمحور حول موضوع غاية الأهمية يتمثل في آليات جمع الأدلة للعاملين في الأجهزة العدلية، والتي من المتوجب أن يتم تعريف المشاركين بعدد من المواضيع المرتبطة بالموضوع منذ لحظة الانتقال إلى مسرح الجريمة والتقييم للمسرح وجميع ما يمكن من آثار وتوثيق ذلك وتحديد آلية السيطرة على مسرح الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأدلة من التلف وتدوين الملاحظات التي شاهدها المحقق، كذلك استخدام آلات التصوير محل الحادث فوتوغرافيا وفيديو ووضع أرقام تعريفية للتعرف على الأدلة وصولا إلى كتابة التقارير النهائية. ونحن في بلد يواجه الكثير من التحديات نتيجة لتزايد مخاطر العنف وعدم الاستقرار، لهذا فإننا بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز ثقافة سيادة القانون. بدوره أكد القاضي فهيم الحضرمي رئيس منظمة تجديد أن ميثاق الأمم المتحدة يبين أن حل النزاعات التي تخل بالسلم وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي هو أهم مبدأ للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن اليمن ليست بمعزل عن باقي دول العالم، وأن أي شخص يرتكب أي انتهاك للقانون لا بد أن يخضع للمحاكمة. ميثاق الأمم المتحدة بين أن حل النزاعات الدولية والحالات التي قد تسبب الإخلال بالسلم أو تسويتها بالوسائل السلمية وبما يتفق مع إرساء مبادئ العدالة والقانون الدولي هو أهم مبادئ الأمم المتحدة التي تعمل عليه وتكفل سيادة القانون وتطبيق القانون الدولي ومبادئ العدالة بصورة متساوية على جميع الدول والتقيد بها. واليمن ليس بمعزل عن كافة دول العالم كما تعلمون، وأن أي شخص ينتهك سيادة القانون وينتهك حقوق الإنسان لا بد أن يخضع للمحاكمات المحلية، فإن كان القضاء المحلي عاجزا سيتحول إلى محكمة الجنايات الدولية. ممثل البرنامج الأممي
مارك آيكن أشار في كلمته إلى الأهمية الكبيرة التي توليها البرامج الدولية بهذه التخصصات التي من شأنها الارتقاء بالعمل الأمني والحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدا أن البرنامج الأممي سيعمل على دعم هذه النشاطات، متمنيا للمشاركين الاستفادة من مفاهيم هذه الورشة. لبيب محمد علي، لقناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن. اطلع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري على آثار الحريق بمبنى مصلحة الهجرة والجوازات في المكلا، وتعرف اللواء العامري من مدير إدارة مصلحة الهجرة والجوازات في المدينة العقيد فهمي بلكديش على حجم الآثار والأضرار التي خلفها الحريق والذي تمت السيطرة عليه وإخماده قبل أن ينتشر داخل الغرفة الخاصة بالإرشيف. ووجه اللواء العامري بسرعة معالجة الأضرار وإحالة المتسبب الذي سلم نفسه إلى البحث الجنائي للتحقيق معه ومعاقبته بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأساليب التي تستهدف إدارات الدولة وخاصة المرتبطة بالمواطن. إلى ذلك التقى وكيل وزارة الداخلية بأسرة وأقارب الفقيد محمد علي برشيد الذي توفي قبل استخراج جواز سفر لغرض العلاج في الخارج، وكلف اللواء العامري لجنة للتحقيق في الحادثة برئاسة النائب الأول لمدير الأمن بساحل حضرموت ونائب مدير إدارة الأمن بمديرية مدينة المكلا والمفتش العام بأمن ساحل حضرموت وممثل عن أسرة الفقيد برشيد للتحقيق في الحادثة وسبب تأخير استخراج جواز السفر للفقيد ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم على ضوء ما توصلت إليه لجنة التحقيق. دشنا وكيل محافظة تعز الدكتور عبد الحكيم عون ولجنة من ينابيع الخير الكويتية توزيع مشروع الإيواء للمتضررين والنازحين في محافظة تعز. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. احتفل بتعز الكويت بما تقدمه من خير لأبناء اليمن وتعز خاصة وخصوصا نازحي الحربي، وقد دشنا وكيل محافظة تعز الدكتور عبد الحكيم عون ولجنة من ينابيع الخير الخيرية المركز الرئيسي عدن ونائب مديرها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز الدكتور محمود البكاري توزيع مشروع حقائب الإيواء على النازحين والأسر المتضررة في مديرية صبر الموادم وصالة والمظفر بمحافظة تعز بتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة وينابيع الخير الخيرية. نحن اليوم ندشن مشروع توزيع سلة الإيوائية هنا في محافظة تعز، وبهذه المناسبة وبمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت الشقيقة نهنئ قيادة دولة الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني، وكذا نهنئ الشعب الكويتي بعيده الوطني المبارك. ولا يسرنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل لدولة الكويت أميرها وحكومتها وشعبها المعطاء الذي لم يترك اليمن ولا محافظة تعز، فدعمهم مستمر ولم ينقطع لهذه المحافظة، ونعجز أن نشكرهم ونفيهم حقهم نظرا لما يقدموه من عطاء لا ينضب، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير وبارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. ويستهدف المشروع 490 أسرة بهدف التخفيف عن معاناة الأسر وتوفير الاحتياجات الضرورية للمعيشة، ويأتي هذا المشروع ضمن الحملة الكويتي بجانبكم ويستهدف النازحين والمتضررين في المحافظات تعز ولحج ومارب. في هذا اليوم في شهر فبراير المجيد التاريخي الكبير لدولة الكويت الشقيق ندشن مشروع توزيع مواد إيوائية بتمويل كريم من الجمعية الكويتية للأغاثة، حيث يبلغ عدد الحقائب التي ستوزع 490 حقيبة من إجمالي 1490 حقيبة لثلاث محافظات اللي هي محافظة مأرب وتعز ومحافظة لحج، ونظرا للكثافة السكانية التي تنزح إلى هذه المحافظات، فقد أولت دولة الكويت اهتمامها لهذه المحافظات الثلاث وللنازحين إليها. شكرا دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا. هكذا احتفالات الوطنية لدولة الكويت في إسعاد نازحي محافظة تعز ومأرب ولحج. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.
قام مدير عام مديرية حالمين المناضل عبد الفتاح حيدرة بزيارة تفقدية لطريق عقبة عرز، وذلك للإطلاع على مشروع رصف طريق العقبة، حيث كان في استقباله الشيخ يحيى الضحاك وعدد من الأهالي الذين رحبوا بهذه الزيارة، وثمنوا دور السلطة المحلية ممثلة بالمدير العام المناضل عبد الفتاح حيدرة على جهوده المباركة تجاه خدمة أبناء المنطقة في كافة المجالات وخدمة أبناء حالمين بشكل عام. واعتبروا هذه الزيارة بالتاريخية بحيث يكون أول مدير عام زار هذه المنطقة الباسلة. وخلال الزيارة اطلع المدير العام على تنفيذ العمل المنجز في هذا المشروع الذي يجري تنفيذه بتمويل ودعم من السلطة المحلية وبالشراكة مع الأهالي. وفي سياق منفصل زار المدير العام كلا من الوحدة الصحية بالمنطقة وكذلك مدرسة مجحز التي تفتقر إلى أبسط مقومات التعليم فيها، ولاحظ ما تعانيه المدرسة من نقص في الفصول الدراسية والكادر التربوي. وفي ختام الزيارة تعهد المدير العام بأن تكون منطقة مجحز جل اهتمام وأن تولى جل اهتمام السلطة المحلية. رافق المدير العام في الزيارة الأستاذ محمد فضل صالح ومدير مكتب صندوق النظافة والتحسين في المديرية باسل النسري. افتتح نائبا مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز مشروع تنموي نسوي للحد من انتشار البطالة بين النساء في ظل الحرب والحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على تعز. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أكد نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز عدنان الحكيمي أن الصناعة والتجارة تعمل على تسهيلات إخراج السجل للمنشآت الصغيرة والتي تدعم الدخل القومي، داعين الحكومة إلى الالتفات إلى المشاريع الصغيرة لرفض الخزينة العامة والدفع بالتنمية المستدامة وامتصاص البطالة في تشغيل الأيادي العاملة المتخصصة. جاء ذلك في افتتاح صالون الهنا لتجميل السيدات والذي يحتوي على العديد من الأقسام ومنها المساجل العلاجي والتجميلي وبمعدات متطورة. طبعا احنا كصناعة تجارة نقوم بدعم هذه المشاريع، كان في السابق معهم دعم من الوزارة لدعم هذه المنشآت الصغيرة وخاصة مشاريع المرأة، فالمرأة طبعا مبدعة في كل المجالات، فنحن كنا نقدم لهم تسهيلات ونفتح معارض للترويج لهذه المشاريع. الآن أصبحت الحكومة عاجزة عن دفع هذه الموازنة لهذه المشاريع، فنحن نقدم دعم وتسهيل في قطع السجل التجاري، الأسماء التجارية نقطعها بالسعر الرسمي ونقطعها ويمكن نخفض لهم على أساس أنه مشاريع جيدة وتدر بالدخل للدولة لخزينة الدولة وتشجع بعض وتوظف بعض العمال والخريجين لسوق العمل، فهذه المشاريع جيدة وممتازة ولازم على الدولة أن تهتم فيها. وكما نوه نائب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز الدكتور محمود البكاري إلى أهمية الاهتمام بالمشاريع الصغيرة المدرة بالدخل والتي تسهم في تنمية المجتمعات اقتصاديا وخصوصا في ظروف الحرب والحصار التي تعاني منها تعز وتبعياتها من تدهور اقتصادي واضح على معيشة المجتمع والفرد وتردي الأوضاع بسبب البطالة الكبيرة، والمشروع سيخدم أيدي عاملات نسائية تخدم أسرتها من الحاجة والفقر وتخلق حراك اقتصادي نسوي تنموي. طبعا سعداء أن نكون اليوم في افتتاح هذا المشروع النوعي المتميز الذي يخدم قطاع المرأة وهو من المشاريع الصغيرة المدررة للدخل، ونتمنى أيضا أن تضاعف الجهود لكي نرى مشاريع أخرى نوعية في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها تعز، وأيضا نحن نشجع مثل هذه المشاريع ونعتبرها بوادر طيبة لقطاع المرأة، ونحث أيضا بقية المؤسسات الآن تدعم المرأة بقوة، ونحن في مكتب الشؤون الاجتماعي والعمل على استعداد للمساهمة بتقديم كل ما هو ممكن لإنجاح مشاريع المرأة. المرأة بحاجة إلى دعم وتشجيع ومساندة لكي تقوم بدورها في تنمية المجتمع، وأيضا هذه المشاريع كما قلنا هي تعد من قبيل المساهمة في تخفيف ظاهرة الفقر ومكافحة البطالة، والمرأة هي طبعا تستحق كل دعم وكل تشجيع من الجميع. صالون يحتوي على قسم البديكير والمانيكير، معنا القسم المساج العلاجي والمساج العادي، أيضا الاهتمام بالمرأة في جانب الأناقة الخارجية خاصة فيها، فهو في الأساس يهتم بالمرأة. الشيء الآخر أيضا أتى ليرفد المجتمع
ويعمل عملية استيعاب للأيدي العاملة في من النساء. أيضا يحقق نهضة تنموية في محافظة تعز باستيعابه عدد من السيدات والارتقاء بهن حتى ليكن عالة على أهاليهن أو حتى على المجتمع بشكل عام. المرأة بدأت تعي دورها التنموي وخصوصا في محافظة تعز والتي تعاني الحرب والحصار في مشاريع صغيرة من أجل إيجاد الفجوة القائمة بين الفقر والاحتياج. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز. انتهت الأخبار المحلية، في أمان الله.